السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر أخبار التكنولوجيا دلوقتي، من حوالي شهر تقريبا شركة ميتا AI أعلنوا عن سيجمنت انسينج موديل اللي هو SEM، بحيث إن هما يقدروا يستخدموا من خلال إن في فيجن، أو إن هما يخلوا الذكاء الاصطناعي يشوف العناصر، يقدروا يعملوا موديل وداتا سيت بيعمل سيجمنتيشن للأوبجكت اللي موجودة، أي أوبجكت موجودة بقى، لان عندهم كمية داتا كبيرة جدا. ودي كويس انهم خلوها اوبن سورس، يعني دلوقتي تقدر تدخل على الموقع وتجرب وتحمل الموديل وتحمل الداتا. دلوقتي بقى اصبح في عندنا حاجة اسمها فاست سيجمنت انسينج، وده برضو اوبن سورس، ده تم تدريبه على 51% من الداتا بتاعت الاس اي ام، والاداء بتاعه اسرع بكتير جدا من الاس اي ام بتاع الميتا بتاع الفيسبوك، واسرع بمقدار قد ايه؟ بخمسين مره. هو الموديل بيعتمد على الاركتكتشر بتاعت السي ان ان من غير الاتيشن، وده حل مشكلتين كانوا موجودين في الاس اي ام. المشكله الاولى السرعه، بسبب الاتيشن البيس موديل بتستهلك الكمبيوتر بشكل قوي جدا، والمشكله الثانيه استهلاك الرامات الميموري، لان البارامترز بتاعت الاس اي ام كبيره جدا، لكن الفاست اس اي ام استهلاك الميموري اقل بكتير من الميتا. الاوبن سورس بدا ينتشر كتير جدا، وفي شركات كتير بدات تدعمه. فكرته ان هو بيخلي الحاجه متاحه، اي حد عايز ياخد الكود يطلع الكود ويشوف الشفرات يطلع عليها، يقدر يحملها، يقدر يعدل عليها وهكذا. ودي من ضمن الحاجات الاساسيه في التكنولوجيا، عدم الاحتكار المعلومه. انت اخترعت حاجة خلاص بتكسب منها، لكن في نفس الوقت ما تمنعش ان الناس تانية تطلع عليها وتعدل عليها، ويبقى فيه منافسة ويبقى فيه تبادل للمعلومات. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو بحيث لو حد حابب ان هو يتوسع.